السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا سوتي بي كنتم هنا كنتم الان امام ملعب البشير بالمدينه المحمديه. ملعب البشير اللي يحتضر اليوم عاود ثاني مباراه كره القدم بين فريق شباب المحمديه وفريق يوسفيه برشيد، هنا على الساعه 6 بتوقيت المغرب، الساعه 5 بتوقيت غرينتش. كنتم معنا متابعات سوتي بي. اجواء هادئه نائمه، اجواء عاديه الا بوجود رجال الامن مشكورين اللي كيتواجدوا هنا من الساعه الاولى اليوم لتأمين المباراة. هنا في غياب الجماهير، هي ماشي ليكيو ولكن غياب جماهير بالنسبة للفريقين بجوج، أنا في الجماهير قليلة وقليلة جدا. هنا كنشوفوا الآن الأجواء أمام ملعب المسجد المحمدية، أجواء هادئة، أجواء عادية كأنها ما كيحتاجش مباراة، لا كاينة مباراة. أمام ملعب البشير بمدينة المحمدية، أجواء عادية لوجود رجال الأمن والقوات المساعدة لتأمين المفرقة. القبائل تنطلق على الساعة 6 مساء بتوقيت المغرب. مع غياب الجماهير ماشي ويكو، لكن الجماهير هنا جماهير قليلة وخيرة جدا. كتشوف معنا تبقى على السوشيال ميديا ساعة إلى 5 دقائق تلقت المقابلة هنا في ملعب البشير المحمدية مقابلة رجلا بين فريق شباب المحمدية وفريق يوسفية برشيد.